تأثير مشاهدة وإدمان، لأن هي بتتحول إلى إدمان، الأفلام الإباحية على القدرة الجنسية عند الرجل والمرأة. هل ده يؤثر سلبا على جنس الرجال الاغتصاب؟ بيمارس بعنف شديد جدا، وهذا العنف ممكن يؤثر على أنسجة الأرض اللي بيحصل فيها تليفات، ويؤثر بعد كده على الانتصاب، أو ممكن يحصل تسرب وريدي. مع استمرارية إدمانه على مشاهدة الأفلام الجنسية يصبح غير قادر على ممارسة الحياة الزوجية بكفاءة، وتصبح حياته فقط الجنسية مرتبطة بمشاهدة الآخرين. في فرق بين القذف وبين الانتصاب، الاثنين بيقللوا كمان من قيمة بعض. تدمير لمجتمعات.